راس بتقول انك تقدر تكسبني صح؟ بتقول انك تقدر تكسبني صح؟ هاش بتقول انك تقدر تكسبني صح؟ بتقول انك تقدر تكسبني صح؟ ايه؟ اذا كسبتني ليش؟ اذا كسبتني اجيب لك واحد شاورما. اجيب لك واحد شاورما. يلا يلا والله يلا يا ولد شاورما. اوكي انت بيها كذا يعني. والله بجي انا ميت اقول. ليه؟ لا 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 عادي. يلا راوند تاني وربي بفوز. وينك؟ ياك وربي هاك وربي وربي هاك سقفة مني الاكتئاب اللي شفته. وربي هاك ضربني من ورا الواحد ورا. يا الايم الاسطوري. اقول انا الحين باقي عندي كتير دم. مالك؟ لا تخاف يا حبيبي. لا تخاف يا حبيبي. الله يلعن العدو. بص يا فراس مبدئيا كده مبدئيا كده لو جبتك دلوقتي ايش تقول لي يا عمي؟ تقول لي يا عمي وربي وربي الكعبه اقول لك عمي. اوكي لكن بقدر اطلع من الجيم. لا لا اوكي بعمل ريسباون. بعمل ريسباون بقدر ما يهمني. ورب الكعبة ما يهمني. بقدر اعمل ريسباون اذا عندي دم. بقدر اعمل ريسباون وما مو ما بني ما بني اديك يا عمي. هتقول ولا مش هتقول؟ ولا بفوز انا في ذا الجيم بتناديني يا عمي. عمي في راس. لا 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 يا ابني انا كسبك. يا ابني انا كسبك 5-1. عمي ازاي بقى؟ لكن اذا بتجلدني مش بالبيكاكس يا عم. انت بتناديني الاسطور. دمي شوي. ذاك البومب يجلدني من ضربه واحده. ذلك بقولك من الحين دمي شوي. ذاك البوم بيجلدني من ضربة واحدة. لكن إذا ما بتجلدني بال ورب الكعبة أنا ميت. والله ما بموت. إيش يا أخي ذاك البومب خايس. أخي بومب كل تبن يا أخي تبن ما بتجلدني. امين لكن ما بني بقول لك انت عمي لانك ما جلتني بكاكس. انا ابي بكاكس لانه غالي يا عمي. قولها الله. اوكي بقول الله. عايز اسمع يا عمي. عايز اسمع يا عمي انت عارفني. طاجي ايوه بس خلاص. اهم شيء بس اقول اخوي. اهم شيء ما سمع. قلت انا عرني ما قلت اخوي. اوكي اذا بتعمل لي ذا الجيم والله العظيم تعمل لي ذا الجيم بكاكس ورب الكعبه بناديك حميره. لا خلاص. ايش انا اوكي ما جلدني بكاكس. لا انا ماليش دعوه. انت قلتها مره خلاص.